الشهر الماضي عرضنا تقريرا للزميلة سمر بشات عن الحاجة زبيدة التي قهرت كل الظروف وأصرت على استكمال تعليمها. الآن مواقع التواصل امتلأت بصورة نشرتها النجمة العالمية أنجلينا جولي على موقع إنستغرام للسيدة المصرية التي حصلت قبل أشهر على شهادة محو الأمية وعمرها 87 عاما. ونشرت أنجلينا جولي صورة للحاجة زبيدة وهي في لجنة الامتحان عن طريق خاصية ستوري عبر إنستغرام كنموذج ناجح تقدمه لجمهورها الذي تفاعل بشكل لافت مع الصورة. يذكر أن الحاجة زبيدة كانت قد أقدمت على دخول امتحانات محو الأمية في محافظة المنوفية ضمن مبادرة لا أمية مع تكافل لتحقيق حلم لطالما تمنته وحصلت على الشهادة التي كانت ترغب بها لتكتب بذلك قصة ملهمة للكثيرين ممن لم يتعلموا القراءة والكتابة.